الله الرحمن الرحيم. حياكم الله ورمضانكم كريم، والله يتقبل الطاعات. والله وتالله وبالله ما وجدت إنسانا يجيد ثقافة الاعتذار إلا وجدته له مهابة وله تقدير وله احترام وله إجلال في نفوس الآخرين. عندما تمتلك مفهوم علمي يساعدك على بناء مفاهيم النقد والملاحظة والإبداع، راح يحقق لك على الجانب النفسي مفهوم التوازن. زين. وبالتالي ساعدنا على مفهوم القيم اللي هو الجانب الثالث، هو الجانب القيمي اللي راح يساهمنا على تطبيق هاي القيم على المستوى الذاتي وعلى المستوى المجتمعي. أن من حق أي طفل أن تهيئ له جميع الفرص كي يكون قارئاً جيداً. من هنا لقد أدركت الشعوب الواعية أن من أسباب نهضتها وتقدمها وعمرانها وازدهارها وعلوها وعلو مكانتها بين الأمم، ومن وسائل تقدمها إعادة الاهتمام بالجانب العلمي